زواج كان زواج تقليدي 100% مع مرة كانت تحت لي في البال، ولكن ملي كتكون مكتبة كيف ما كنقولوا شي حاجة بعض مرات كنكونوا مسيرين ما كتعرفش راسك انت قلتي اهلي وانت قلتي لا وكتكتب لي شي حاجة. هو من بني ملال اسيو كنا اختو ساكنة في اليوسفية، دارنا حتى ما جاو تسكنوا في اليوسفية داك العام، اختو شافتني وهو مشى عطلة وجا عندنا للدار وسبحان الله العظيم ملي كتيسر الامور يعني زواج تقليدي 100%. كيف قلت لك بعض المرات ما كنعرفوش ما عقلتش اشنو درت ولا اشنو قلت، بحال شي واحد اللي غادي داكشي اللي قالوا ليه هو اللي كيدير، ولكن ماشي مرغوب عليا ابدا. بالعكس منين جا بابا عيط لي قال لي منين دوا معاها هذا، قال لهم ها هي 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 تقول اب وتقول لا الدين ديالنا هذا الشيء اللي يقول اللي بغاتو هي هو اللي يكون، ولا بغات تشرط شي حاجه قالت بغات تشرط راه الشروط ديالها يعني ما الحمد لله ما عمرهم رغموا عليا شي حاجه، ولكن انا ما عقلتش داز داكشي كله كيف الحب دغيا. خرجنا اول حاجه جمعنا شويه وهذا يعني حتى جو عندنا الدار، ومن بعد ما يمكنش انا نقول لا ولا لا، انا واحد سيدي ما عمرني شفتو ما عرفتوش كيفاش كيفكر. دونك تخرجنا هو الاول تكلمنا وجمعنا لقينا ان يعني عندنا قواسم مشتركه كنتفاهموا في حوايج اللي كتهم حياتنا وهذا. ومن بعد خليت الامر في ايدين والديا كنقول يعني ما عمرهم وما غادي يبغيو لي شي حاجه اللي خايبه، هما حياتي كلها هما كيعلموني ان هذا خايب وهذا مزيان وخذي الطريق انت اللي بغيتي، ولا يعني دائما التوجيه ديالهم كان صائب الحمد لله. دونك قرار مصيري ما غاديش يديني لشي حاجه خايبه الحمد لله، يعني عمرني ما ندم على هذا القرار. شجعوني هما يعني بان لهم انه ولد الناس متخلق وانسان كيبان يعني سورتو هذه متخلق وتيحشم كيف قالوا هما. دونك ما كاين ما احسن من ان كتدي التربيه والاخلاق هما قبل كل حاجه. هو قرا في لافاك فيزيك شيمي وفي الاسبان كان خدام في الاول في واحد المطبعه ديال الجرايد، ومن بعد داز كيدير كونترول نيميريك ديال دي ماشين في واحد الشركه ديال كونستركسيون ميتاليك. والحمد لله يعني كيجيو عندنا الضياف انا كنبقى مرحبا بكم وهذا وهذا، وواحد سيد من العائله ديالو يقول لنا بعدين جابكم هاد الشيء مني يلاه تزوجنا، قالنا جابكم الله تواتيتو مع بعضياتكم هو تيحشم وانت كتزعمي يعني ترحبي بالناس وتدوي معاهم وهذا. يعني سبحان الله واخا كتكون شخصيات لا علاقه شخصيه باخرى ولكن خاص يكون تكامل، وهذا اللي كان في الشخصيه ديال في الزواج ديالنا بجوج، ان كل واحد بالتربيه ديالو والشخصيه ديالو هذا، ولكن واحد فينا كيكمل الاخر. مثلا انا يمكن عندي الصرامه شويه مع البنات في التربيه وهذا، هو عنده المحنه انايا يمكن كنفكر بعقلي بزاف، هويا كيفكر من الناحيه العاطفيه يعني هو حنين بزاف انا يمكن خديت هذا الدور لاني كتشوف ان كتادبط مع لي كونديسيون خاصك تاخذ الدور اللي ناقص في الدار. دونك ملي غادي تشوف اشنو هي الحاجه بلا ما تحسوا باللاوعي هو اللي كيخليك تاخذ واحد الدور. كتلقى الام كتمشي وتجي وتقصاح وتدير تتعيا وفي الاخر كترجع الام. دابا انا كنخاصمي على البنات اكثر منه الصراحه، انا يعني عندي بحال قلنا لي نورم القواعد، مثلا حكام سنان من مورا ماكلا هذا ما عنديش فليكسيبيليتي في شي حوايج، ولكن لا خاصم عليهم هما لا وعلاش في الاخر كنرجع ديك الام